مساء الخير يا كابتن هيثم، اكيد برحب بحضرتك وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يا كابتن هيثم زي ما حضرتك قلت، حاليا احنا متواجدين داخل يعني صاله الجيش ببرج العرب طبعا في مدينه الاسكندريه، ويمكن حاليا كمان يعني الماتش اللي شغال دلوقتي ماتش زهراء التونسي ونادي الاتحاد السكندري، واللي طبعا هيحدد ان شاء الله النهارده مين اللي هيكون المركز الثالث ومين هيكون المركز الرابع. وبعد ان شاء الله المباراه دي هتكون يعني المباراه يعني اللي كلنا طبعا منتظرينها، والمباراه النهائيه اللي ان شاء الله هتكون موجوده هنا في نفس الصاله ما بين النادي الاهلي ونادي الكويت الكويتي، واللي ان شاء الله يعني تقريبا هتبتدي في تمام الساعه 6 مساء او يعني في تمام الساعه 6:30 يعني على حسب طبعا ما مباراه طبعا يعني الاتحاد وزهراء التونسي تخلص، فهيبتدي ان شاء الله بعديها مباراه النادي الاهلي. كمان يا كابتن هيثم خليني اقول لحضرتك طبعا النهارده يعني عن الكواليس واخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه اليوم. يمكن طبعا كنا يعني كلنا فريق عمل قناه النادي الاهلي كانوا متواجدين في فندق الاقامه لفريق النادي الاهلي من بدري، يعني يمكن يعني لاعبي النادي الاهلي تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، وبعد كده كان عندهم يعني محاضره فنيه مع مستر طبعا اجوستي بوش المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي وطبعا وجميع جهاز الفني. كان عندهم يعني محاضره فنيه كان بيتكلم طبعا معاهم عن مباراه اليوم واهميتها وطبعا نقاط الضعف والقوه اللي موجوده عند نادي الكويت الكويتي، وطبعا يعني اهميه المباراه وقد ايه هي مهمه ولازم ان شاء الله النهارده نفوز بيها ونحقق يعني لقب بطوله العربيه اللي هتكون يعني لاول مره في تاريخ النادي الاهلي. طبعا بعد ما النادي الاهلي يعني وصل للمباراه النهائيه 4 مرات والنهارده دي هتكون 5 مرة للنادي الاهلي، وبالنسبه للنادي الكويت الكويتي هتكون اول مره بالنسبه له في تاريخه يعني في البطوله العربيه. يمكن كمان يعني خليني اقول لك يا كابتن هيثم انه بعد يعني المحاضره اللعيبه يعني تناولوا وجبه الغداء في تمام الساعه 1 ظهرا، وبعد وجبه الغداء يعني اللعيبه ريحوا شويه في الاوض، وبعد كده يعني بعض اللعيبه نزلوا لصاله الجيم عشان يعني يعملوا بعض التمارين والاسترتشات قبل المباراه. وفي تمام الساعه 4:30 يعني اتحرك الاتوبيس الخاص بلاعبي النادي الاهلي لملعب المباراه، ملعب طبعا الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. كمان خليني افكر يعني جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي طبعا بالقائمه اللي تضم يعني 12 لاعب في النادي الاهلي، واللي طبعا اختارهم مستر اجوستي بوش المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي. القائمه اللي بيستمر بيها النادي الاهلي من اول مباراه يعني طبعا في دور المجموعات لحد اخر مباراه النهائيه. طبعا يعني القائمه بتضم 12 لاعب وهم ايهاب امين، سيف سمير، احمد مهيب واحمد حمدي، عبد الله ناصر وعمر زهران، عمر طارق وعمر عزب، عمرو الجندي ومحمد ابو النصر، وطبعا المحترفين الاثنين مايكل تومسون ومايكل فكوادي اللي طبعا الوفد والمحترف الجديد اللي هيكون متواجد يعني مع النادي الاهلي فقط في البطوله العربيه، ولكن مايكل تومسون هيستمر طبعا مع النادي الاهلي طوال الموسم في القائمه الخاصه بلاعبي النادي الاهلي. كمان المستبعدين النهارده يعني الاوت اوف سكواد المستبعدين من السكواد للنادي الاهلي هم الخماسي طبعا الكابتن فريق مودي الجرحي والكابتن يعني مروان سرحان وكابتن ابراهيم الجمال وسيف صلاح وبودي حسام. ده بالنسبه للقائمه والمستبعدين للنادي الاهلي. كمان خليني اطمنك يا كابتن هيثم واطمن كل جماهير النادي الاهلي على اصابه احمد حمدي، واللي امبارح كنا شفناه في مباراه الاتحاد السكندري اصيب بجرح بسيط في الراس، يعني الحمد لله. يعني خليني اطمنك واطمن جميع جماهير النادي الاهلي انه الاصابه بسيطه ما احتاجتش يعني لغرز ما احتاجتش لعلاج، والحمد لله يعني هيكون متواجد النهارده ان شاء الله مع قائمه الفريق، وهيكون ايضا متواجد بشكل طبيعي في المباراه النهارده ويشارك مع جميع لاعبي النادي الاهلي. يعني يا كابتن هيثم طبعا نتمنى التوفيق ونتمنى النهارده لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني يفرحونا ويفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي بالفوز والتتويج طبعا بالبطوله العربيه لكره السله في نسختها 33 والمستضيفه طبعا نادي الاتحاد السكندري هنا في مدينه الاسكندريه. يا رب النهارده ان شاء الله يعني نشوف اداء طيب واداء يعني جيد من لاعبي النادي الاهلي زي ما شفنا من اول مباراه طبعا في دور المجموعات لحد اخر مباراه، مباراه امبارح طبعا اللي كلنا شفناها مباراه النادي الاتحاد السكندري واللي خلصت يعني في الوقت الاضافي، مش في الوقت الاصلي للمباراه لا في الوقت الاضافي بنتيجه 78-73. يعني يا رب طبعا النهارده ان شاء الله كلنا نفرح يا كابتن هيثم ونحتفل طبعا معاك النهارده بعد المباراه في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا مستمرين معاك يا كابتن هيثم وانا مع حضرتك طبعا لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو الكلمه ليك يا كابتن هيثم تفضل. سلام حامد مراسلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. احنا الحقيقه ما عندناش اي استفسار، ما شاء الله انت مغطيه.